مكان ليس هنا ووقت ليس الآن. عزيز قرر يعمل عطر باسم زوجته داش. انت عارف خطورة اللي بتعمله؟ مفيش فرق بين الحياة والموت بالنسبة لي دلوقتي. شرف كبير لنا يا كابتن انه واحد يعني محترف ومشهور زيك يوافق انه يدرب يعني نادي زي نادينا. ابوي الله يرحمه قبل لا يتوفى ما كان راضي عني، ولا امك كل فرض تجابل الجبلة وتدعي علي، لان الله ما رزقني لا بمرة سنعة ولا بنات عم والدي. الهبل اللي حصل في باريس ده مش هيتكرر تاني. ليه عايز تعرف اكتر من اللي محتاجه بالطرف؟ وانت مين عشان تحدد انا اعرف ايه ما اعرفش؟ شفته مدلدل من هنا وكان مخلوق. انا مش متخيله حد مهم زيك يكون عايش في بلد صغيره زي دي. وصلنا الان بان الطائره التي سقطت كانت قادمه من مطار اسطنبول وتحمل اسم الرحله بيروت 303. لابس نظارة وأمور خوف شبح ما هو شطور.